التوجه إلى منى. بعد وصولهم إلى مكة المكرمة توزع حجاجنا الميامين على فندقي الأنجم العالمي والحجاز مما سهل التواصل بينهم على ديم هذه الأرض المباركة. وبعد اكتمال تفويجهم إلى مكة المكرمة وتأهبا ليوم التروية، اطلع رئيس بعثة الحج بيت الله الأحمد الأسود وأعضاء البعثة صحبة القنصل العام لبلادنا بجدة بابو السيد أحمد على الظروف العامة للحجاج من خلال معاينة مباشرة لهم داخل غرفهم السكنية. نحن هون لا نعترف بالجميع لفات خليك إلى مستوى تنظيم، إلى مستوى تعطي، إلى مستوى نظام وتو. الأوتيل زين اللي في أمونك تبارك الله. مثل الناس اللي معانا تبارك الله كامل ما شاء الله قائمه بواجبها، لا قال شي وكيل معرم واللي بين وفر وكل شيء. والدول بعثه ما عيط حد ما جاء طبيب تبارك الله. حاجه زينه ما عندنا مشكله، يعاونوا في كل بلد في الطعام في السكل وكل شيء ما شاء الله، جزاك الله لكم خيركم الحمد لله. زين زين تبارك الله، ما قطعنا شر غرف السكن زين تبارك الله والمعاش زين. تبارك الله، جزاكم الله خيرا عنا. ويحاط حجاجنا الميامين بالرعاية الصحية اللازمة، حيث عاينت بعثة الحج عمل البعثة الصحية التي طمأنت على الحالة الصحية لضيوف الرحمن. وتسهر البعثة الرسمية المرافقة للحجاج على رفع كل التحديات التي يواجهها حجاجنا الميامين من خلال التدخل عند الاقتضاء. جيت هون عن طريق وكالة انها قابضة لي حملة، منين جيت من عند الاستقبال المطار للسكن لمواصلاته كامل ما ريت منه شيء. وقبل ان اتصلنا بالبعثة جزاه الله خيرا من العامل بعثة كاملة قبلونا ولا بخلونا شيء من الظروف، سكننا في المدينة نقلنا إلى أهل مكة وهون في مكة مولي سكنونا ما شاء الله الليلة مولي الله يقيسوا بين المشاعر. وفي نهاية زيارة التفقد والاطلاع على الأوضاع العامة لحجاجنا الميامين، طمأن رئيس بعثة الحج على الظروف العامة لطيوف الرحمن. وطمن على أنه تم ولله الحمد اليوم اكتمال وصول حجاجنا الميامين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وأننا نستعد بعد ساعات بإذن الله تعالى إلى ميناء. وأكد كذلك بأن كل الظروف تبقى للتعليمات الصادرة والسامية من فخامة رئيس الجمهورية اتخذت من أجل وضع ظروف حجاجنا في أحسن ظروف، سواء من حيث الإعاشة وهي تجري وفق مطالب الحجاج ووفق المطعم الموريتاني. أكيد على أن هنالك بعض الحالات لا ندعي الكمال ولكنها قليلة ومعزولة. جميع المؤطرين الآن التعليمات التي عندهم وجميع الطواقم النقل الآن جاهزة من أجل راحة وسعادة حجاج الميامين بإذن الله تعالى. هذه الليلة لنقفها بعرض بإذن الله تعالى كل الإجراءات التي تضمن توفير حج مناسب وظهور جيدة تمت. تم الاعتناء بذوي الحاجات الخاصة وكذلك المسنين، وتم كذلك الاعتناء بحالات خاصة معينة من كبار السن. أؤكد هنا بأن الحمد لله لم تسجل أي حالة الحمد لله غير عادية صحية لحجاجنا الميامين، وأن الحج يسير وفق البرنامج والخطة المرسومة من طرف معالي الوزير ومن طرف وزارة الشؤون الإسلامية، وهي وضع الحجاج في ظروف جيدة. ويتأهب حجاجنا الميامين لذهاب يوم غد الجمعة إلى ميناء ليقوموا في اليوم الموالي بالوقوف على صعيد عرفة الطاهر. بعثة التلفزة الموريتانية إلى الديار المقدسة لبات المداح أحمد الميلود مكة المكرمة.